Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien de ma part. Je vais très bien, alhamdoulilah. Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà, le moment que je suis en train de voir le mot, le mot bzaf, les chalons, moi, ما تيعرفش كيفاش يجيري الفلوس ديالو، الفلوس اللي كتجيه من شهر لشهر. علاش؟ لانه عمرو عاش برا الدار، عمرو كان عنده مصروف. اول مره تيخرج من المغرب اولا من دارو وتيولي عنده مصروف بيرسونيل اللي تيولي تيخصو يجيريه ويصرف من راسو ويعرف يدخر منه. هذا الموضوع انا كان كيتوشيني بالاخص، لان كاملين كنعرفوا ماشي كاملين والدينا عندهم داك الماده باش غيصيفطونا غيصونيو غيكونوا مرتاحين. انا مثلا الوالد ديالي كان فريمون تصير على ودي، تسلف الفلوس على ودي باش يصيفطني، والحمد لله ما خيبتوش. كنشكره على كاع داكشي اللي وقف معايا وداكشي اللي دار معايا، ونتمنى نعوض له ولو غير شويه من داكشي. الحمد لله فرحتهم مؤخرا، كديتهم لا سيريموني ديال الغوميز ديبلوم هنايا في فرنسا. سي بور سا غبرت عليكم شويه، بغيت نساريهم شي شويه ونرجع لهم ولو غير شويه من داكشي اللي داروا معايا. دونك فوالا، ما كانش الحمد لله ما استخسر فيا والو، ولاني والدينا كاملين كيصيفطونا هنايا، كلهم تيكونوا كيتقطعوا باش يصيفطونا. وحنا واحد الغلط كبير كبير عندنا، سيكو عمرنا ما كنترباو على التربيه ديال الفلوس. كيفاش نديري داك الفلوس ديالنا؟ لا سواء في القرايه، لا سواء في المدرسه، لا في الجامعه، عمرنا ما كنترباو ديك التربيه. انا المهم الحمد لله كان واحد الناحيه الوالد، انا والعائله كامله عندي عائله ديال لي كوميرسون ديال التجار. كبرت معاهم، كبرت مع عمامي عندهم تجار اتسيتيرا. الوالد ديالي حتى هو كان كوميرسون. يعني في العائله الحمد لله حنايا كنا تربينا ديك التربيه ديال الفلوس، كيفاش تجيغي الفلوس ديالك، كيفاش تجمع واحد المصروف، تدخر كدا، هادي تعرف كيفاش تتصرف. الحوايج اللي مهمين ما تصرفهمش، بزاف ديال الحوايج تعلمناهم من العائله. ويعني كاين الدراري اللي ما عارفينش داكشي وما ترباوش عليه. سي بوغ سا بغيت نعطيكم داكشي اللي كنت كندير انايا اون طون كيتيديون، داكشي اللي كانوا كيديروا صحابي، داكشي اللي كندير حاليا انا، باش تعاونوا تخفوا على والديكم واحد الناحيه. ماشي غتخف، المهم ماشي غتخفف، ولكن تعرف كيفاش دير تجاري الفلوس ديالك. تقدر من الاخر ديال العام تلقى راسك خارج بواحد لاصوم كبيره. عطاكم غير مثال، تنعرف واحد الدري صاحبي كتعرفوه انتم، ما نقولش سميه. البلوكاج ديال العام الاول دوز بيه عامين، دونك تسعد المليون دوز بيها عامين بالكرا بكراتها بكلشي ديالها. ايماجين انت اللي كتجي واحد كيضرب البلوكاج كيضربو في عام، وتبقى سميتو وتبقى تزيد تسلف وتزيد تسافر للدار اتسيتيرا. دونك سي بوسيبل تعرف تجري راسك، لان كاين بزاف ديال الحوايج تعاون هنا في فرنسا. نعطيكم امثله كيفاش غديروا بعدا. واحد الحاجه اللي غنهضروا عليها مهمه، اللي هو لي بارني، اللي هو الادخار بالعربي، اللغه العربيه. اغلبيه ديالنا كنديروا واحد الغلطه كبيره. شنو هي؟ ملي كنبغيو ندخر نديروا الادخار او لي بارن، ديجا بعدا غير باش نوصلوا ديك الفكره ملي كنديروا الادخار صعيبه. وان حنا فرضوا بانكم وعيتو وصلتو لذاك النيفو كتفكروا ديروا لي بارون، تجمعوا من هنا لاخر العام واحد لا سوم دارجون، يا اما تسافروا بيها، يا اما تخليوها في لو كونت ديالكم باش العام الجاي تعاونوا في البلوكاج اتسيتيرا، في الغونوفيلمون، لان راه تيخصكم الفلوس. راه ما غديروش الغونوفيلمون غير هكاك، تيطلبوا منكم لا بريفيكتور باش هذا تبين لهم دي ريسورسكم، كون راه قادين تعيشوا العام الجاي فرنسا. الا كان عندكم دي ريسورس ما محتاجش ديروا البلوكاج. كاين بزاف ديال الحوايج اللي قد نديرو نفانتيو بيهم. دونك كنا تنقولو دابا تيخصكم تبداو ديرو الادخار، ساشون واخا سي تخو تاغ، دابا راه حنا داخلين في افيل. سي فغي الفيديو جات شويه معطله، مي تبقى الناس الماجيين وتلي الناس اللي هنايا يتعلموا كيفاش يديروا هادشي. الوغ القالب ديال لي بارون شنو هو؟ حنا كاملين تنقولو واش غنديرو، تنقولو هادشي اللي تعلمنا. كتقول غدير لي بارون حتى تعيش بداكشي اللي جاك بعدا. يعني مثلا كنفرض انت عندك 600 اورو، كدير كتبدا تعيش بديك 600 اورو الشهر كامل، حتى كتجي حتى الاخر كتقول داكشي اللي بقالي غنديرو في لي بارن. هذاك هو الغلط الكبير. لي بارن ما كيدارش في الاخر الشهر، كيدار في الاول الشهر. مثال كتجيك 600 اورو، اش كدير؟ كدير 100 100. مثلا انا غندير 150 اورو غنشدو غنحط في لي بارن. شحال كتبقى لي؟ كتبقى لي 450 اورو، ساشون كو عندكم لاكاف. لاكاف كترجع لك 40% او اكثر من الكرا ديالك. نفرضوا بانك كاري 300 اورو، انا فريمون كثرت لا مويان، صراحه لا مويان ما كثرتش، صراحه لا مويان 300 اورو. يعني لاكاف غترجع لك واحد القليله، نقولوا 360،
نعطيك اكزومبل داكشي اللي كنت كاري انا في غرست، كنت كاري ب 360، هترجع لك القليله كانت كترجع لي 170 اورو يا كسيدي. 360 موان 170 شحال هي؟ هي كتخلص انت 190 اورو في الكره ديالك، دونك بقات لك 450 اورو في سميتو، يعني حيدنا جاتك 600، حيدنا منها 150 ديال لي بارن، بقات لك منها 450 اورو. 450 اورو تخلص منها الفلوس الكرا اللي كتخلص هي 190 اورو، كتبقى لك 260 اورو. 260 اورو شنو عندك فيها؟ عندك ابونمون تليفونيك غدير القليله 10 اورو، غتبقى لك 250. عندك حاجه اخرى مثلا، تخرج تطبع لي كور ولا شي حاجه، ولا عندك لي بوليكو خاصك ديرهم، عندك واحد 10 اورو في الشهر ياك، هي بقات لك 240. زيد عندك الماكله ديالك او طون كيتيديو 100 اورو، فريمون كافيه ومشيطه بزاف. نورمالمون ايتيديون تيدير 20 اورو في السيمانه ديال لي كورس، 20 في 4 هي 80 اورو، وقلت كتبقى ديك 20 اورو الا خرجتي مره مره، كليتي برا، خرجتي مع اصحابك، مشيتي للقهوه ايتترا. دونك هي 100 اورو فيها الخروج قهوات و سميتو ولي كورس ديالك. 100 اورو 240 قسمنا 100 اورو هي 140 اورو. شنو بقالك؟ بقالك لابونمون ديال سميتو ديال المركوب الترونسبور. مثلا كتكون في اون فيل مويان غتخلص مثلا واحد 30 اورو، 140 اورو غتنقص منها 30 اورو، قاتلك 140 قاتلك 110، قاتلك 110 اورو. تيخرجوا شي حوايج من الجنب ايتترا، جو سي با، امرضتي وقالك شي مشكل شي حاجه، نقولوا داكشي درنا له حنا 50 اورو. 110 غتقسم منها 50 اورو، واخا راه كثيره هادي الصراحه، ولكن فيها بزاف ديال الحوايج ما كتعرفش. شي مرات تيخرجوك شي بلانات في شكل سيرتي شي لعيبه شي سروال شي حاجه. حيدنا دابا كاع لي شارج اللي عندك فيكس ديال الكرا ديال الترونسبور ديال الماكله، هادو هما اكبر حاجه، ديال لابونمون تليفونيك ولابونمون ديال الترونسبور، هادو هما لا بيت نوار بوغ ان اتيديون، دونك هادو هما اللي تيخسر فيهم فلوس كاملين. هادشي كامل حيدناه وبقات لك 60 اورو في التوتال. شايطة، اش كتجي كدير؟ ديك 60 اورو كتجي وكتزيدها على 150، الوغ 150 بلوس 60 هي 210 اورو، دونك تصور معايا جاتك 600 اورو في الشهر وانت اقتصدتي 210 اورو. علاش خرجنا بهذا الحساب هكا وما يجيش شي واحد يقول لي لا هادشي راه ما كاينش؟ لان انا كنت اتيديون وعارف عارف اش كنقول، وهادشي كنت كنديرو، يعني ما تجيش تقول لي لا هادشي راه ما يمكنش امين نخرجو. انا عارف اش نقول، وهادشي كنت كنخرجو وكنت كناكل مزيان ونخرج مزيان ونعيش مزيان، فهمتيني؟ وين الحوايج الزايدين ديال نمشي نسافر، نمشي ندير هادي، انا الوالد ديالي كيتقطع باش يجيبني لهنا يقريني، ونبقى عاطيها للسفريات، انا غادي ما نعرف فين، لاسبانيا البرتغال، وانا كنت كنسافر تخسر في الفلوس. داكشي ما كنتش كنديرو، انا جافي با لي موايان حتى نخدم ونكون خدام وعندي رزقي ديالي بوحدي، عاد نمشي عاد جو بون بيرميتر داكشي اللي كنت كنضيعو بحال اللي كندير لخوتي ولا شي حاجه اخرى. ديك الماكله برا بزاف، يوميا الماكله برا بزاف، علاش؟ باش ندير لي كورس وكنطيب الروز لي بات طون، هذا انا غير اتيديون ما عنديش باش ندير داكشي. بحال هاد الحوايج، هادوك الحوايج اللي تنخسر فيهم فلوس، اللي غير زايدين ناقصين، ديما كنمشيو خاصنا نشوفو داكشي اللي ضروري باش نعيش. نتوما هنايا باش بوغ سورفيفغ، ماشي بوغ باش تلقاو داك لو بليزير وتبقاو عاطينا غير الطوران والنشاط وهذا وهذا، داكشي لا، انت تخدم وعاد دير داكشي. المهم ايماجين دابا ب 600 اورو خرجنا 210 اورو، علاش؟ منين دابا بسيشيكمون مونطالمون ملي كنعطيك انا غنعطيك 600 اورو، انت بوحدك بلا ما تفكر غتقول عندي 600 اورو غنعيش بيها الشهر كامل، يعني خاصني نخرج بيها الشهر كامل، نخرج الشهر كامل نخرج ب 600 اورو، ما نجيش نطيحش في الموا، مي 600 اورو تكفيني كامل. وين لا، الا جيتي انت شديتي درتي واحد اللعبه وحيدتي من ديك 600 اورو منها واحد شويه، حيدتي منها 200 مثلا ولا 150 كما قلنا، اش كدير انت؟ هذاك لو كومبورتمون داشا ديالك ودو كونسوماسيون ديالك كيتبدل، ما كيبقاش يخدم على ود على حساب 600 اورو، تيولي تيخدم على حساب 450 اورو. دونك كنتي كتضرب مثلا كباب يوميا، وما غتبقاش تضرب كباب يوميا،
هاتوني كنضربو مرة في السيمانة مثلا، عطيتك مثال، كنتي كتشرب قهوة يوميا، ما غاديش كتشربها يوميا، غتسرقها مثلا الجمعة بالعشية، السبت بالصباح مرة في السيمانة. البنات نتوما مثلا كنتي كتمشي تشري الماكياج، ما عارف الصراحة اش كديرو نتوما البنات، ما كتبش عليك شي حاجة كتخسر فيها الفلوس بزاف. اوكي دي المهم راك فهمتو البلان، شي حاجة كنتي كتمشي فيها يوميا كتخسر فيها الفلوس، ما غتبقاش ديرها يوميا، غتولي كتأدبت البيدجي ديالك على حسب المعيشة ديالك، واش فهمتوني؟ يعني داكشي كيجي بسيتك سبحان الله، يعني حيد داك لي بان ديالك على الدخلة غير تجيك، ديرو انت اوتوماتيك، غير يدوزك لي بان في الاول شهر تمشي لك، غير يدوزك زعما داك الغوفوني في الاول شهر تمشي لك لي بان طاف، ما تخممش فيها، باش انت بوحدك كتولي كتأدبتي راسك على داك لو بوتي بيدجي. نعطيكم واحد الحاجه مثال اخر كاع لي وعر من هذا، سكو انا منين تحولت من اتيديون لواحد تيخدم، ما بدلتش لو كومبورتمون داشا ديالي ولا الكونسوماسيون ديالي، بقيت كان كونسومي على حساب كونكور راني اتيديون، ولاني جو مو في بليزيغ بارفوا، تنخرج نتقهوى، تنخرج ناكل برا، اتيتيرا، داكشي اللي ما كنتش كنقدر نديرو مره مره. دونك ايماجين يكون عندك ان صالير كبير ومازال كتحافظ على داك لو كومبورتمون داشا ديالك كيما كنت انت اتيديون، وشوف شوف سبحان زعما ماشي سبحان الله، انا تخرج لي سبحان الله، شوف تبارك الله شحال غادي تبقى تدخر في الاخر الشهر ولا في بدود الشهر، ديما بدود الشهر. دونك نعطيكم غير مثال، غير مثال كيفاش انا كنت كندير. دونك الا درنا 210 يورو اضربها في 12 موا هي تقريبا 2520 يورو، حيد منها واحد 200 يورو هي ديال لي زامبريفي، حيت انا عارف تيوقعوا شي بلانات شي مرضى شي حوايج ما كتعرفهمش، حيدو منها 2200 يورو، غتبقى لك 2320 يورو غتشيطها في الاخر الشهر. شي الا كانت عندك غير 4000 يورو في لو كونت بونكير ديالك، ملي كتجي دير الغونوفيرمون كيعطيولك الغونوفيرمون بلا ما دير بلوكاج لا والو. دونك ايماجين معايا هادشي كامل، شوف شنو تقدر دير ديك 2300 اللي غتبقى لك. انا ما ديك الساعات ما نقولكش اللي خاصك دير بيها، ديك الساعات انت استحقيتيها، عرفتي كدير تجري بيها، وانا متاكد الا مشيتي تجمعتيها ما غتخسرهاش الاخو الخاوي. تقدر تقول واحقا نقدر نسافر، نقدر ندير هادي ونمشي نكتشف، من حقك، لان هذاك بحال الجزاء ديالك، كافئتي راسك، ولاني الا قدرتي توصل لك المستوى انا متاكد ما غتقدرش تخسرها، مي بالعكس غادي تدخرها وغتخليها العام الجاي، وغتعاون والديك باش تدوز اون اوتر اني ديال لي زيتود هنايا، ساشون كو مازال ما هضرنا بانك يمكن لك تخدم، يمكن لك دير بزاف ديال الحوايج. دونك نتمنى نكون فتكم بهاد لاسيوس لي كي فريمون تري تري انتريسون، انتوما شفتو كيفاش تقدر تبدل المونتاليتي ديالك، لان هكا العقل ديال راه يمكن لي يعطيك مليون وفي الاخر الشهر تخرج بزيرو اورو، تكون خسرتيها كامله، لانك كتادابتي المعيشه ديالك على حساب 1000 اورو، ونقدر نعطيك 400 اورو وتعيش بها حتى هي كامله. دونك ما كاينش فرق، دونك ديما انا نقول لكم شي ديما ملي كتزاد الصريخ ديالكم ملي كتزاد الغوفين ديالكم ديما كتزادوا لي شارج ديالكم، كل ما تيقلالو ثم تيقلالو لي شارج، دونك هذه هي اللعبه. دونك فوالا هذه لا سوس بيرسونيل ديالي كنت كندير هنايا، كنت كنجمع بها الفلوس وكنت كندخر بها الفلوس، وحاليا مازال كنديرها. دونك فوالا جيسبر تكون لا فيديو عجبتكم، سي اون سوس تري تري امبورطون، بارطاجيو مع اصحابكم اللي عايشين هنايا اللي تيخسروا الفلوس اتسيتيرا، راكم عارفينهم. دونك جيسبر تكون لا فيديو عجبتكم، ما تنساوش تتبعوني سوغ انستغرام وتلقاو هنايا. نشوفكم في لا فيديو بروشين، موعدنا ان شاء الله في هذا لو تيم هذا شاك ميركودي سوار، لان ديمونج غادي نهضر على لو تريدينغ، ميركودي سوار غادي نهضر على لا في اتيديون، لا لا في ديال لي جون ترافايور ايسي ان فرانس. دونك فوالا جيسبر تكون عجبتكم، لايكي وكومونتي وديروا اللي بغيتو، راكم عارفين اكتيفي لا كلوش باش يبقاو يوصلكم لي فيديو. نشوفكم لا فيديو بروشين ان شاء الله، تشاو. I just assumed I'd play the fight.